يعني سمر، مثل ما قلنا بالبداية، امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الثانوي بلشت. نتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب، وأكيد الإجراءات المتخذة بظل فيروس كورونا لحماية الطلاب وضمان استمرار سير عملية الامتحانية بظروف صحية مناسبة للطلاب. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ ماهر فرج، مدير تربية ريف دمشق. لك صباح الخير. أهلا صباح وسهلا الخير فيك. إلك فرح. صباح الخير سمار. صباح الخير للسادة مشاهدين الأخبارية السورية، وصباح الخير لكل طلابنا اللي اليوم عم يقدموا مادتهم الرابعة بالدورة الثانية. أكيد. يعني هيك تم الإطلاق الاسم عليها، الدورة الإضافية أو الدورة الثانية، ونحن ما سميناها الدورة التكميلية لأنه هي كانت بطبيعة الحال مكرمة من السيد رئيس الجمهورية تقديرا لجهود الطلاب، ولحتى تقدر وزارة التربية تتيح الفرصة للطلاب لحتى يقدروا إن كان ناجح بمادتين أو راسب بمادتين إنه يتحسن وضعه خلال الدورة الإضافية. أكيد. يسعد صباحك عن جديد. بالبداية خلينا نحكي، انطلقت الدورة يوم السبت، خلينا نحكي عن سبب انطلقتوا بأول مرة بيوم السبت، وثاني شيء كيف كانت الاستعدادات والتحضيرات، وشو اللي بيميز هي الدورة عن الدورات السابقة برأيك؟ بدأت الدورة الإضافية للشهادة التعليم الثانوي ب 22، كان يوم سبت فعلا مثل ما تفضلتي، 22 الشهر الجاري، وراح تستمر ل 30/8 للشهادة العامة و 3/9 للثانوية المهنية. هلا ليش يوم السبت؟ لأنه نحن كان قبل منها في عنا دورة استثنائية لشهادة التعليم الأساسي الصف التاسع. كمان كان يعني هي فرصة للطلاب اللي ما قدروا، طلاب التاسع نحن بنسميهم تلاميذ التاسع، اللي ما قدروا يتقدموا لامتحانات الدورة الأولى، فلهيك كان في عنا دورة استثنائية للتاسع بدأت من 9/8 واستمرت ل 19/8. هلا هي المعطيات ال 20/8 عفوا استمرت. الحقيقة استفاد منها قسم منيح من التلاميذ التاسع، كان لابد من فورا نبدا بامتحانات الثانويه الدوره الاضافيه، فلهيك صدفت انه يوم السبت لحتى نقدر نلحق كل المواد لكل الشهادات. تمام. استاذ ماهر، بالنسبه للصعوبات يمكن اللي واجهها الطلاب، خاصه اليوم فيروس كورونا بكفي يمكن الضغط النفسي، صعوبات ثانيه واجهها الطلاب، وكيف قدرتوا تحموا الطلاب تحافظوا يمكن على حمايتهم الصحيه بظل هذا الفيروس؟ مثل ما بتعرفوا يعني بيعرف الساده المشاهدين انه اليوم نحن عم نخوض امتحانات ضمن ظروف استثنائية مثل ما موجود بكل المفاصل الحكومية ومفاصل مجتمعنا بظروف التصدي لجائحة الكورونا. مثل ما دائما بتقول وزارة التربية، يعني السيد وزير التربية أعلن أكثر من مرة أنه وزارة التربية تهتم بالدرجة الأولى بصحة وسلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب. أكيد. لهيك كان لابد يعني أنه نحدد هاي الأولوية بالمنظومة التربوية نضمن سلامة الطلاب، فكان في مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية إن كان لجهة تعقيم المراكز الامتحانية قبل انطلاق العملية الامتحانية وأيضا بعد الانتهاء من كل مادة امتحانية. يعني اليوم عندهم مادة الطلاب بفوتوا على المركز، في حدا على باب المركز الامتحاني عم يقوم بمهمة مشرف تعقيم بيعقم جميع الداخلين إلى المركز سواء الطلاب أو المراقبين أو حتى المشرفين على العملية الامتحانية. بس خلص الطلاب امتحانهم بنفس اليوم بيغادروا، بتفوت فرق التعقيم، وهون أنا بدي أوجه تحية لكل شركائنا اللي ساهموا يعني حقيقة بشكل تطوعي. أكيد. بإجراءات أعمال التعقيم، بالإضافة إلى تواجد يعني تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة وأيضا فرق الصحة المدرسية. أكيد. دائما عم ينحكى عن الطلاب بظل أزمة فيروس كورونا ما قدروا يقدموا الامتحانات، كان في عندهم حجر صحي بكثير من المناطق. خلينا نحكي شو وضع الطلاب هلا. أنا بتشكرك سمر لهي الإضاءة، لأنه دائما كان في هواجس يعني بالدورة الأولى، عندنا دورة التاسع والبكالوريا بالتزامن، يعني كان يوم في تاسع يوم بكالوريا. كان بهذاك الوقت في عندنا إشكاليتين تنتين على الأقل في ريف دمشق. الإشكالية الأولى هي المناطق اللي خضعت للحجر الصحي بهذاك التوقيت مثل بلدة رأس المعرة، فكان أمامنا خيارين إنه نأجل الامتحانات أو ننفذها.
هلا التاسع قدرنا نأجلها، نأجل لأنه تمام التلاميذ التاسع كانوا هن يعني في موعد للدورة الاستثنائية، ففعلا قدموها ب 9/8. لكن طلاب الثانوية العامة المقيمين في بلدة رأس المعرة أحدثنا مراكز امتحانية ضمن بلدة رأس المعرة، وتم التعاون والتنسيق وقتها مع مديرية الصحة، ودخلنا فرق للإشراف على العملية الامتحانية، وهي كانت حقيقة يعني مبادرة يعني جيدة، وقدرنا نضمن سلامة الطلاب المقيمين في بلدة رأس المعرة وأيضا سلامة المشرفين على العملية الامتحانية. كمان في كان في عندنا ظاهرة الطلاب السوريين المقيمين في الأراضي اللبنانية، تمام. هذا أمر كثير كان مهم، ما بعرف إذا ضوى عليه أو لا. بفترة الشهادة الثانوية العامة كان في جهود كبيرة حقيقة لوزارة التربية مع كل الوزارات المختصة والجهات المعنية على أعلى يعني على أعلى المستويات وأعلى الصعود، ودور كان لمحافظة دمشق أيضا لتأمين قدوم الطلاب السوريين الراغبين بالتقدم للامتحانات من الأراضي اللبنانية. فوقتها بالفحص البكالوريا تم قدومهم قبل 15 يوم، تم تأمين مراكز استضافة لهم على الحدود السورية اللبنانية بكل أشكال الرعاية والاهتمام والعناية بهؤلاء الطلاب، وفعلا قدموا امتحاناتهم ضمن مراكز الاستضافة اللي هن المقيمين فيها وقت استقبلنا طلاب البكالوريا. بالدورة الاستثنائية للتاسع أيضا استقبلنا حوالي 140 تلميذ من تلاميذ الصف التاسع، وأيضا استفادوا من الدورة الاستثنائية للصف التاسع. هلا هي الظروف الاستثنائيه حقيقه هي يعني بدها اجراءات استثنائيه مثل ما شايفين، فلهيك يعني بعتقد انا انه وزاره التربيه يعني من ابرز الوزارات اللي تصدت لهي المهمه ضمن جهود الفريق الحكومي. نعم، لكن السؤال استاذ ماهر اليوم كل الناس عم تسال، نحن على باب عام دراسي جديد يلي تاجل يمكن ل 13 شهر، بدنا نعرف اليوم شو هي الاجراءات لحتى الطلاب يعني يكونوا بصحه كامله، الاهالي تطمن كمان لانه عم نسمع قسم كبير من الاهالي متخوف من بدء العام الدراسي وتفشي الفيروس يمكن بين الطلاب بين المعلمين، فشو هي الاجراءات وكيف نقدر نحن نطمن الاهالي؟ هلا مثل ما قلنا يعني شئنا ام ابينا نحن امام ظرف استثنائي، ربما يعني هذا الظرف يعني ينحسر او يتجه للانتشار يعني حسب الظروف الصحيه وحسب الاجراءات الوقائيه. هلا كل الفتره الماضيه لما اعلنت وزاره التربيه انه بدء العام الدراسي في الاول من ايلول كان هناك مطالب يعني حقيقه، ونحن يعني في الوزاره دائما كان هناك يعني تقدير لتلك النداءات او الطلبات من الاهالي الطلاب او من الطلاب انفسهم او من عدد من المؤسسات، لهيك يعني كان لابد من اعلان يعني مبدئيا الاجنده الزمنيه انه ما هي خطه وزاره التربيه على مدى العام الدراسي. تمام. لكن فيما بعد يعني نتيجه كما ذكرت يعني المطالبات والظروف التي تعلقت بانتشار الفيروس كان قرار الفريق الحكومي بعد ان قدمت وزاره التربيه البروتوكول الصحي، يعني كان لابد من اعتماد هذا البروتوكول لحتى نقدر نطمن الاهالي من جهه والطلاب، وايضا نطمن زملائنا المعلمين اللي حيكونوا موجودين في المدارس. فاجا البروتوكول لحتى يطمن جميع هؤلاء الاطراف، وتم اعتماده من الفريق الحكومي، وبموجبه تم تأجيل بدء العام الدراسي إلى 13 أيلول القادم. أكيد كثير كمان في عنا أسئلة وكثير عم ينحكى أنه الطلاب اللي قدموا الدورة الأولى وسجلوا بالدورة الثانية بس ما راحوا ولا قدموا الامتحانات، هل هذا الشيء بيأثر على الدورة الأولى ولا لا كمان؟ هلا مثل ما ذكرت بداية اللقاء أنه هي اسمها دورة إضافية، يعني تمام. هي فرصة للطلاب لمن يرغب لتحسين علاماته إذا كان ناجح، أو ل النجاح في مادتين اذا كان راسب فيهم على الاكثر. هلا يعني هي الدوره الاضافيه هي ليست يعني دوره تكميليه، وهون كان في حكي يعني بالشارع انه هي دوره تكميليه وراح تروح عليه فرصه للطالب، لا انا بقول انه كل طالب سجل للدوره الاضافيه لمادتين في حال يعني ما راح على الدور على المادتين وما قدمهم فهو اوتوماتيكيا بيرجع للدوره الاولى. لنفترض انه هو راح قدم مسجل على مادتين، قدم ماده الثانيه ما بده يقدمها،
فهون لازم يخبر دائرة الامتحانات انه انا بدي الغي المادة الثانية حتى ما نحسب لها صفر. طيب واذا ما خبر بتنحسب صفر؟ ايه تماما. يعني هي حقيقة يعني دعوة لطلابنا انه اذا كان يعني قدم مادة والمادة الثانية ما بده يقدمها فهو المفترض يخبر دائرة الامتحانات انه انا هاي المادة الثانية ما عندي رغبة اقدمها، وبالتالي مشان ما تحتسب ونعتبر انه هو استفاد منها ولم يحصل على علامة. بجميع الاحوال الطالب سواء يعني رفع علامات في الدورة الثانية أو ما جاب علامات فهو له الخيار أنه يختار علامات الدورة الثانية أو علامات الدورة الأولى كمجموعة. فهذا الشيء يعني بيريح الطلاب وحقيقة يعني دائما يعني بيعكس الجهود واهتمام وزارة التربية أنه دائما هي مصلحة الطالب في الدرجة الأولى بما يضمن مستقبل أبنائنا الطلاب. أكيد نشكرك أستاذ ماهر كتير، وبدنا نشكر جهود وزارة التربية أكيد على كل الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة دائما، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب. أكيد يعني نحن حقيقة متفائلين بانطلاقة العام الدراسي نتيجة الجهود اللي عم تبذلها كل الجهات الحكومية اليوم يعني بالتوازي مع إجراء الامتحانات. عم يكون هناك فرق كبيرة وضخمة عم تقوم بتعقيم المدارس وتنظيفها، وأيضا هناك ورشات لصيانة الحمامات وكافة مرافق المدرسة بالإضافة لتصنيع كمامات لحتى يعني وزارة التربية عم تصنع كمامات لحتى تقدر تأمن حاجة الطلاب والمعلمين. أيضا هناك ورشات تدريبية لكوادر التربية من أجل إجراء إرشادات التوعية الصحية والقيام بمهام المشرف الصحي في المدارس في ظل هذا الظرف. نحن أيضا منعول يعني من خلال الأخبارية السورية على وعي الأخوة المواطنين، وعي أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين اللي هن فعلا رح يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والاهتمام، وأنهم يدركوا شو هي الإجراءات الوقائية ويتعاونوا مع الجهات الحكومية، لأنه أكيد يعني أي منظومة حكومية لا يمكن يعني تحقق خطتها وأهدافها إلا بتعاون كل الأطراف، ومن أبرز هذه الأطراف هو الأخوة المواطنين. فأنا بتمنى لطلابنا عام دراسي يعني ناجح، ولزملائنا المعلمين اللي حيكونوا مشرفين على العملية التربوية التوفيق والتألق بأداء مهامهم. أكيد نتشكرك، نتشكر وجودك معنا، ونتمنى أكيد التوفيق والنجاح لكل الطلاب. شكرا لوجودك.